أسعد الله مساكم مشاهدينا في مساء جديد متمسك بالأمل تشتعل به رغباتنا لتصبح حقيقة، فلا يوجد صعب مع وجود الإصرار الذي يتحلى به كل إنسان. رغم تغيرات الأزمان وتقلبات الحياة يبقى داخلك الجوهر الحقيقي لوجودك في هذه الحياة. فمن هنا نحييكم السادة المشاهدين في برنامجكم حديث المساء وفي حلقة جديدة من حلقاتنا المتألقة دائما بمتابعتكم. وفي كل قطرة نلمسها نحقق التغيير، وفي كل حرف نطقه نحقق الإتقان، وفي كل خطوة نخطوها نحقق الإنجاز. فبين الفعل وردة الفعل تدخل الكثير من الكلمات لتكشف لنا بأن الحياة ما هي إلا مسار يجب علينا أن نخطط له. ومخططنا في آخر يوم من عام 2018 جولة في زوايا حديث المساء، فأهلا وسهلا بكم ويا مرحبا بك عمر وأمسي عليك. المسيك بالخير يا عاشة، واليوم مساءنا مختلف وجميل، وبالتأكيد اليوم متابعة مشاهدينا الكرام وتواصلهم معنا دائما هو الإثراء الحقيقي. أكيد وهو التفاؤل أكيد الحقيقي بأن نحن نبتدي كل مساء بإيجابية وبقناعة بما نقدم، وخاصة أن آخر يوم في عام 2018 وبينا إن شاء الله عام 2019 إن شاء الله يكون طبعًا عام مليء بالسعادة وتحقيق الأمنيات طبعًا. إن شاء الله. ويقول لك دائما شوفي الجانب المشرق من حياتك، والجانب المشرق أمانة في حياتي أنا بأن ثلاثة أرباع مذيعات الشرقية اسمهم عاشة، فالحمد لله ما لخبط لسان. فأنا عادي يعني أنا في بعض الأحيان لما يكون زميل من زملائي معي في البرنامج أتلخبط حتى قبل أيوة هو أقول الله يستر يمكن أي بس محمد ولا يعقوب ولا أي اسم، فهذه نعمة حظك يعني كلنا نعمة. عيشات أي أيوة والله نعمة، فنعمة نحسد عليها، فلازم نشكر رب العالمين على هذه النعمة. أكيد وجودكم جميعا هو إثراء حقيقي لما نقدم، وشرف بأن نكون زملاء في عام جديد إن شاء الله، إن شاء في 2019 وإن شاء الله يكون عام خير علينا إن شاء جميعا. الله طبعا مثل ما عودناكم مشاهدينا ننتقل إلى عناوين هذه الحلقة ونبتدي معاكم بأول عنوان. طبعا البداية الشخصية الكاريزمية وصفاتها. طبعا الشخصية الكاريزمية أكيد عاش لها تفاصيل كثيرة جدا راح نتحدث معاها في ضيف مميز أيضا راح يكون معنا يثري هذا المحتوى بأهمية الشخصية الكاريزمية ومتى نستخدمها حتى. وهي من أروع الشخصيات أنا أشوفها عمر، يعني أن الواحد اللي حاب أنه يطور من نفسه تكون شخصيته شخصية قيادية يأثر بالتأثير الإيجابي طبعًا. يجب أن يتحلى بالشخصية الكاريزمية صحيح. أما عنواننا الآخر مشاهدينا وظائف خلقتها مواقع التواصل الاجتماعي. ما شاء الله صرنا الحين في الفترة الأخيرة نعتمد اعتماد كلي تقريبا على وسائل التواصل الاجتماعي، في بعض الأحيان هنالك حتى أشغال أصبحت طبعًا. أو خاصة التسويق والترويج ما شاء الله الحين مبالغ باهظة في وسائل التواصل. هل ممكن تتنازلين على الإعلام التقليدي وتصبحين إعلامية في وسائل التواصل الاجتماعي؟ لا، ميولي وأنا صغيرة أني أكون مذيعة ومقدم برنامج، أحس أنه شوي ميول مختلف شوي. هذه أحد الأمور اللي راح نكشفها إن شاء الله في بداية 2019. أما عنواننا التالي طرق المثلى للوصول إلى السعادة. السعادة هو مطلب الجميع، وبالتأكيد اليوم نحن نحاول بأن نحن نجد هذه السعادة في زوايا مختلفة في حياتنا، ولكن من الجميل بأن السعادة هي موجودة في كل مكان، ولكن يجب علينا أن نحسن البحث عن هذه السعادة. نعم، ودائما يعني في بعض الأشخاص يعني أنا أشوف أنه يكبرون موضوع السعادة عمر. أنا فعلا حتى أبسط الأشياء حتى يقول لك أن السعادة من كوب قهوة أو سلام. شرب كوب والله من فعلا. القهوة فعلا. أو حتى الجلوس مع كبار السن، كل واحد أكيد يبحث طريقة إلى السعادة. مثل ما يقولون السعادة في قانون العقلاء كوب من القهوة. أكيد جميل، فهذه كانت عناويننا صحيح اليوم. عندنا عنوان أخير على ما أعتقد طبعا مدينة طبعا من المدن الجميلة وهي واعدة تحتضن التراث والحداثة بين الجبال. نعم، فبالتأكيد اليوم عاشة جولاتنا تختلف، واليوم بما أن نحن راح نروح لوجهة سياحية جديدة فأكيد راح نشوف أحد هذه المعالم اللي ممكن نتوجه لها ونجعلها متنفس حتى في بداية العام الجديد أو أواخر عام 2019. مثل ما نعرف أن المنطقة الشرقية ما شاء الله مدينة تزدهر بالجبال والمناطق الموجود فيها اللي المزودة أيضا بأحدث المناطق السياحية اللي تجذب الزوار بلا شك. نعم، إلى هنا أنا طبعا ننتقل إلى عنوان هذه الحلقة. شو عنوان اليوم عاشة؟ اليوم المستقبل المشرق، يعني أي واحد حاب أنه خاصة أن بما أن آخر يوم من عام 2018 وبيدخل إن شاء الله سنة جديدة، فبنتوجه شوي إلى الحياة المشرقة طبعًا. أو المستقبل المشرق اللي يجب من نصائح إن شاء الله أو من الكلمات اللي بنوجهها للجمهور أن كل واحد يبحث عن طريقة في هذا الجانب اللي هو الجانب المشرق. أنا يعني لما أختار عمر العنوان أنا في البداية قلت له ممكن إيه هذا الجانب أو المستقبل المشرق من الأهداف طبعًا. اللي يجب على كل شخص أنه يضعها، وعمر واضعنها، وهذا السؤال اللي ممكن أنا أسأل عمر بما أن نحن في آخر يوم من عام
عام 2018، ففي بعض الاشخاص وانا منهم بعدنا ما حطينا الاهداف. انت بعدك ما حطيتي؟ للحين ما حطيت عشان الاهداف عشان ما احقها بس. للحين ما حطيت الاهداف، بس انا حاطه الافكار. فالاشخاص اللي تمشي على هذه الافكار او هذه الاهداف احس انه ممكن تلتمس نوع من هذا المستقبل المشرق، ممكن ايضا تقودها الى السعاده. ممتاز. طيب خليني اجاوب عليك بسؤال عاشر. شو تقولين حق عام 2018؟ توني اسالك هذا السؤال ولكن ابغى اجابته. كنا نتكلم هو قبل الهو، كنا نتكلم انا وعدي، هو رفض عمر او كان تقريبا رافض لاجابتنا. من انا بالنسبه لي كان من اروع يعني الاعوام اللي مضت، وحتى قالها عدي انه ممكن تكون شوي يعني صعبه. لا مش صعبه من الناحيه الماديه ما شاء الله، لان ما شاء الله كانت مكافآت لنا، كان في مئوية زايد وغيرها، يعني من جانب الاقتصادي اللي هو اهم الجوانب كان هناك في ازدهار في عام 2018، فهني يعني ممكن يكون من اجمل الاعوام. طيب لو قالوا لك اهمسي في اذن 2019 شو تقولي لها؟ اهمس في اذن 2019 الله يحقق كل امنياتي. يا سلام، ان شاء الله الله يحقق كل امنياتي واهدافي اللي انا وضعتها ان شاء الله. بس شوف عمر وهقني يعني سؤاله، انا الحين بسالك عمر شو تقول لعام 2018؟ اقول لعام الاجابه اللي كانت قبل الحلقه. أقول لعام 2018 شكرا على كل شيء تعلمناه في هذا العام، شكرا على كل شيء صعب كان بالنسبة للمدرسة وقدرنا نستفيد منها الكثير، ولكن في نفس الوقت نختتم هذا الكلام وهذه الجملة بجملة حسبي الله ونعم الوكيل. دائما نحن نمر في مواقف وخير وكيل لنا دائما هو رب العالمين، فلذلك اليوم نحن نكون حريصين على أن نوكل أمورنا كلها لرب العالمين. إن شاء الله تكون عام 2019 عام يكون عكس 2018، عام مليء بالسعادة والإيجابية، وإن شاء الله تكون شخصيتك أيضا شخصية كاريزمية في عام 2019 بما أن نوع من السعادة والإيجابية. إذا خليني أقول لك شيء، خليني أقول لك عاشة، اليوم بما نحن نتكلم عن استقبال عام جديد، دائما ما نقول بأن عام 2019 أو العام الجديد أيا كان رقمه أو تاريخه، يقول بأن إن شاء الله يكون سعيد لنا ودائما يكون لنا تفاؤل وخير. ويكون دائما في نجاحات تحقق. صحيح. ولكن هل نحن ندعي هذه المثاليه ولا فعلا سيكون هناك نجاحات وتفاؤل وامل جديد؟ لا شوف انا احس اذا اني انا ممكن هذا الشيء يلعب جانب، اذا انا ادعيت المثاليه واني انا قلت اني انا مثاليه او متفائله، ممكن انا اكون بالفعل متفائل، يعني ما اكون متشائمه. هذا نوع من الايجابيه اللي ممكن ايضا تطبق على او تنعكس علينا في هذه الاعوام، يعني يعني انت انسانه متفائله. انا انسانه متفائله. رحت بايد واحد على فكره، وما احب اجالس الناس المتشائمين، ودائما اقولها ان الناس المتشائمين والسلبيين ما احب أجالس. ممكن حتى في بعض الأحيان أحس أني مثلا مو متفائلة، لكن أدعي المثالية والتفاؤل عشان أصبح بالفعل متفائلة. دامت متفائلة وعندك أمل كبير جدا، طحت بإيد واحد سلبي. لا لا إن شاء الله، لا لا عمر بالعكس هو من الأشخاص اللي دائما متفائل ودائما ينصحنا ودائما يقودنا. لا بالعكس. صحيح. عمر أكيد والله، شوفي دائما ما نستفيد من بعض، ونحن اليوم دائما نستغل هذا الوجود. صحيح. في أن نحن نتعلم من بعض، كل واحد عنده الخبرة، عنده المعلومة، عنده شيء يثري محتوى. أكيد. الآخر، فبالتالي اليوم مو بغلط بأن نحن نستفيد نتعلم، ولكن من جانب آخر في بعض الناس يقولون مع توديع عام 2018 راح نودع ناس معاهم، هل انت من ضمن هالناس اللي ممكن تطلعين ناس من حياتك ما لهم لازمه؟ صحيح صحيح، ممكن من الاشخاص اللي دائما انا مثل ما ذكرت بشرف تقولها. على فكره انا في عام 2018 اكتشفت وجوه كانت للاسف يعني تحت قناع. صح. فاكيد بودعهم، لان في الاخير انا اللي بتاثر. صح. سواء كانت نفسيتي او حتى دروسي معاهم، وانا دائما ابحث عن الايجابيه مثل ما ذكرت، عن السعاده. ما لهم لازمه في حياتك وما لهم لازمه يعني في حياتي، ليش انا عاشر ناس؟ صحيح. يعني هم خلف اقنعه، هم ناس فعلا. ممكن ان حتى وجوه اني ندمت في يوم من الايام اني انا تعرفت عليها. فاكيد ان شاء الله سيزالون من قاموسي ومن قائمتي في عام 2019. في سله المهملات دائما ما نستغنى عن اشخاص هم ليس لهم اي داعي ولا. صح. اي معنى في حياتنا، يجب ان نختار الناس اللي في حياتنا بدقه عاليه اليوم، لان كل شخص في هذه الحياه يؤثر ان كان ايجابا او سلبا، ولكن علينا نحن كاشخاص عقلاء بان نختار وننتقي ونبحث بدقة عالية جدا عن أشخاص يثرونا ويفيدونا حتى في تحقيق إنجازنا. اليوم عاشة من الأمور المهمة جدا، في بعض الأشخاص لما يكونون صارحين زيادة عن اللزوم يقول لك إذا في شخص ما راح يفيدني في حياتي فأنا ما أبغي. ويقول لك طيب ليش يا أخي مصلحتي، مثل ما نقول نحن بلهجتنا العامية، ليش أنت تتبع في علاقاتك المصالح؟ ونقول اليوم الحياة كلها
هي عباره عن مصالح متبادله. اليوم اذا انا ما راح افيدك ممكن انا اكون شوي يعني عكس كلامك. حلو يعني الاختلاف، انا ابغى ايوه مختلفه معك. يعني اذا شفت انا الشخص مثلا ما بيفيدني، ليش انا ما اكون معاه؟ يعني انا مو بشرط اني انا تكون هذه الحياه حياه مصالح متبادله. في يوم من الايام اكيد بيفيدني وجوده معاي، ممكن انه يفيدني، فمو بعشان مصلحه معينه، ممكن ايضا جلوسه كم يسوى، مو بشرط انه تكون مصلحه متبادله. ممتاز. او مصلحه مهنيه او غيره. والله بالتالي المصالح انا اشوفها شيء ايجابي، يعني وشيء إيجابي. لكن إذا شخص مثلا فقير يا حليلة ما عنده مصلحة أو منفعة لي أنا أودره، لا بالعكس ممكن يكون أحسن مليون مرة عن الشخص صاحب هذه المصلحة أو المنفعة. أنا أعتقد وجود هالناس اللي ما لنا مصلحة معاهم في هذه الحياة هم نفس وجودهم في مواقع التواصل الاجتماعي، اللي هم يشوفون لا يحطون لايك لا يعلقون، ما لهم أي داعي، بس مسوين زحمة. أبراج مراقبة. صحيح. طبعا ننتقل معاكم مشاهدينا إلى وسم هذا المساء، وبالتأكيد اليوم نحن معاكم في هذا الوسم. وبالنسبة لأخبار مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت إدارة معرض نيودل هي الدولي للكتاب عن اختيار إمارة الشارقة ضيف شرف للدورة 26 لمعرض الذي يقام في شهر يناير من كل عام، وبمشاركة ناشرين وكتاب من مختلف بلدان العالم. وجاء اختيار الشارقة ضيف شرف المعرض تثمينا لجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في دعم الثقافة والكتاب، وتكريما لما تقوده الشارقة من مبادرات ثقافية على المستوى العالمي. صحيح. طبعا أيضا عاش يشكل هذا المعرض، وأيضا دأبت الشارقة على المشاركة في معرض نيودلهي الدولي للكتاب، حيث تحرص سنويا على استعراض فرص التعاون والعمل المشترك مع الناشرين الهنود، وذلك لتطوير صناعة الكتاب بين الثقافة العربية والهندية ورفد القراء الناطقين بمختلف اللغات والشائعة في الهند بأحدث الإصدارات في المشهد الثقافي الإماراتي والعربي. ويشكل افتتاح مدينة الشارقة للنشر التابعة لهيئة الشارقة للكتاب واحدة من المشاريع التي عززت روابط العمل الثقافي مع حركة صناعة الكتاب في الهند، إذ بحثت هيئة الشارقة للكتاب مع نخبة من الناشرين الهنود عبر سلسلة اجتماعات عقدتها خلال مشاركتها في الدورة 25 لمعرض نيودلهي الدولي للكتاب، الفرص التي توفرها مدينة الشارقة للنشر على مستوى الطباعة والتوزيع. صحيح. والتصميم وغيرها من الخدمات. يعني مثل ما نعرف أن إمارة الشارقة عاصمة الثقافة، عاصمة الأدب، عاصمة الكتاب، لا تقتصر مشاركتها على المستوى المحلي، بل طبعاً الآن نشوفها على المستوى الخليجي والإقليمي. صحيح. والدولي حتى من ناحية الإصدارات والكتب والمنشورات وغيرها. على ما أعتقد بأن نحن دائما نردد حتى في خواطرنا ما أجمل الشارقة، ما أجمل. صحيح. هؤلاء القادة اللي دائما ما يجعلون في مصاف الدول المتقدمة في كل المجالات، واليوم إمارة الشارقة بهذا التوجه وبهذا الحرص وبهذه القراءة المستقبلية من قبل حاكم الشارقة الله يحفظه يا رب العالمين، دائما ما يستلهم هذا المستقبل لأبناء في الإمارة ولأبناء دولة الإمارات بشكل عام. فلذلك هنيئا لنا بهؤلاء القادة، وهنيئا لنا أيضا بدولة الإمارات لما تقدمه لنا من شرف نعتز فيه في كل الميادين وليس في ميدان أكيد واحد. أكيد ولله الحمد حن ننعم في بيئة في إمارة الشارقة، بيئة. صحيح. ثقافية دائما، حتى العادات والتقاليد هذه والتراث موجودة في الأقسام الخارجية أو طبعًا الدولية. طبعا. فهنيئا لنا مثل ما ذكرت أن نحن في دولة الإمارات، دولة الثقافة والعلم. صحيح. ومن الثقافة والعلم عاشا ننتقل مع مشاهدين إلى فقرة العجائب والغرائب، ودائما ما نجهز لكم مقاطع تثير الإعجاب للمشاهدين وأيضا أثيرنا نحن اليوم. طبعا في فيديو غريب عجيب، شو رايك عائشة؟ شو تتوقعين مجهز اليوم؟ هو انا ما اعرف بصراحه شو مجهزين، بس اليوم من العناوين، يعني ثاني عنوان. هي. عن التطور او تطور وسائل التواصل الاجتماعي. ما يخصها اسامه، دائما اسامه يوهقني وعمر يوهقوني، ما ادري لما اكون ضيفه معاهم. عجائب وغرائب، ما ادري والله شو من الغرائب، يمكن عن طريق وسائل التواصل. ازي خلونا نشوف على قولتك. والله شوفي دائما نحن نروح في اجواء مختلفه، ولكن العجاب الغرائب على فكرة دائما منحصر بين اثنين، أطفال والحيوانات. خلونا نشوف هالمرة شو مجهزين.
يعني شيء مختلف. والله لا شوف انا بقول لك، انا بالنسبه لي شيء مو مختلف. هالمشهد عندنا موجود في صالات الرياضيه بشكل منتشر، ما شاء الله عليهم الشباب عندنا. من يفكر ويقتنع بانه لازم ينتسب لاحد هذه الصالات يفكر نفسه انا البطل، انا الرجل الحديدي على طول، يروح للاوزان ثقيله وتشوفين نفس هذا المشهد بالضبط. فتوقع لو الكاميرا راحت لهذه الصالات راح تشوف المشهد حقيقي. وثاني يوم عند دكتور العظام اكيد. اي والله صدق. فبالتالي يعني نتمنى بان يكون في ثقافه لهذه الرياضه. طبعا بعض المدربين ما يقصرون، جزاهم الله خير، يوجهون الشباب، ولكن لا على فكره. ولهذا السبب انا اكره اني اسير الصالات الرياضيه. عمر انا لما انوي اني اروح الصاله الرياضيه او الملاعب او الجيم تكون يعني اني اكون مثلا متشجعه ومتحمسه ومن الحماس الزايد اسير اشيل اوزان، وثاني يوم اتكسر وعقب ما اروح. ومن هذا الفيديو يعني اشوف حتى الاطفال قاموا يشاركون في حمل الاثقال والحديد وغيرها. أيوة وللاسف في بعض الاحيان حتى الوالدين يودون عيالهم في الملاعب او الجيم وغيرها. يا سلام. طيب يعني ها على فكره نحن منتبهين، ولكن نحن قاعد نضللك انت على فكره. نعم. ومن الصالات او صالات الرياضيه عمر، في ظل التطور التكنولوجي الذي وصلنا اليه اليوم بحكم التسارع التقني، وجدير بالذكر ان هذا التسارع والتطور خاصه بمواقع التواصل الاجتماعي، هاللي كنت اقول لك عنه قبل شوي، خلقت بيئه عمل ووظائف عده. واليوم من نافذه ما لا تعرفونه عن مواقع التواصل الاجتماعي بتعرفنا ملك مسعود على هذه الوظائف، خلونا نتابعها. مرحبا واهلا وسهلا فيكم في فقره جديده من فقرات ما لا تعرفونه عن مواقع التواصل الاجتماعي. سنعرفكم اليوم بشكل سريع على الوظائف التي خلقتها مواقع التواصل الاجتماعي في العشر سنوات الاخيره. مع تطور مفهوم مواقع التواصل الاجتماعي ازدادت اهميتها بالنسبه للافراد والشركات واصحاب الاعمال، وزاد هذا الاهتمام بشكل كبير بعد ارتباط مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مباشر مع التسويق الالكتروني. فأصبح جزء لا يتجزأ من الخطة الاستراتيجية التسويقية لجميع الشركات، وبعض هذه الشركات يوجد لديها قسم خاص في إدارة مواقع التواصل الاجتماعي، وإذا لم تمتلك هذه الشركة ذلك القسم فإن بإمكانها بكل سهولة التعاقد مع شركات أخرى وظيفتها الرئيسية إدارة وتطوير مواقع التواصل الاجتماعي. نعرفكم الآن بشكل سريع على هذه الوظائف المتوفرة في عالم مواقع التواصل الاجتماعي. فأولها الكوميونيتي مانجر أو مدير المجتمع. الدور الرئيسي للكوميونيتي مانجر هو التفاعل مع المتابعين على الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق نشر المحتوى، ومن ثم التفاعل مع هذا المحتوى والرد على أسئلة المتابعين في كل الأوقات. ويساعد طبعاً ذلك التفاعل في التحسين من الخطة الاستراتيجية التسويقية لتلك الحسابات. ننتقل الآن إلى السوشيال ميديا كوردينيتر أو منسق مواقع التواصل الاجتماعي. يعتبر الدور الرئيسي لمنسق مواقع التواصل الاجتماعي هو تطوير الاستراتيجية التسويقية من خلال البحث عما يهتم به الآخرون على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضاً خلق محتوى يناسب الشريحة المستهدفة ومراقبة التفاعل عليها لكي يكون المحتوى الذي يتم نشره على أقصى فائدة ويحقق التفاعل المطلوب لهذا الحساب. ثالثاً السوشيال ميديا سبيشاليست أو مستشار مواقع التواصل الاجتماعي. يعتبر دوره فعال، فهو يقوم بمراقبة كل المنصات الخاصة في عالم التواصل الاجتماعي ويحدد الأسلوب الأمثل لتنفيذ الاستراتيجية التسويقية على مختلف الحسابات، ويقوم أيضاً بالمحافظة على أكبر عدد من المتابعين على هذه الحسابات والعمل على إضافة متابعين جدد على المدى البعيد. رابعاً السوشيال ميديا مانجر أو مدير مواقع التواصل الاجتماعي. يعتبر دور مدير مواقع التواصل الاجتماعي دور ريادي، فهو الذي يحدد المهام المطلوبة من فريق إدارة مواقع التواصل الاجتماعي، كما يقوم بتحديد المقاييس الذي يتم على أساسها تقييم مدى نجاح الاستراتيجية. وطبعاً يتم تحديد هذه المقاييس من خلال تحليلات على أساس عوامل جغرافية ونفسية للمتابعين على هذه الحسابات. طبعاً أصبحت السوشيال ميديا ماركتينج أو التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي تخصصات تدرس في الكليات والجامعات حول العالم، نظراً لأهميتها الكبيرة في عالم الأعمال وفي حياة الشركات وتطويرها. نشكركم على متابعتكم ونلقاكم في فقرة جديدة من فقرات ما لا تعرفونه عن مواقع التواصل الاجتماعي.
أصبح المواقع الاجتماعي الحين أو التواصل الاجتماعي مكان كبير، وخاصة من ناحية الوظيفية والتسويقية والترويجية. ولكن ما أدري، أنا عندي نظرة مختلفة عاشة، يعني أنا أحس بأن الآن مواقع التواصل الاجتماعي بدأ يقل بريقها. يعني معنا أحس أن الناس أصبحت حتى من ناحية الإعلانات الشركات ما تعلن عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح الكثير من خلال الفاشينيستات أو حتى مشاهير التواصل الاجتماعي يدفعوا لهم مبلغ، وعلى فكرة المبالغ تكون باهظة عشان إعلان صغير أو إعلان خلال ثواني. من خلال يعني سؤال لأكثر من شخص من المشاهير الموجودين عندنا في الساحة وحتى في الكويت الشقيقة، شو أهدافكم اللي وضعتموها ضمن اللي راح تحقق ان شاء الله او راح تنفذونها في 2019؟ من ضمن اهدافهم بانهم يبتعدون ويتركون مواقع التواصل الاجتماعي لما فيها من امور كثيره جدا سلبيه تاثر على نفسياتهم وعلى صحتهم وعلى كل شيء ممكن هم يمارسونه بشكل يومي، فعلا ما اعتقد بان يمكن يعني ندموا انهم دخلوا هالمجال، مع ان احس انه ممكن ايضا طريقه لكسب هي طريقه لكسب العيش. المال ما نختلف على هذا الموضوع، ولكن خلونا نروح للجانب الثاني النفسي والجسدي والصحي. على فكرة هذا أنا أحس أنه ممكن، ما أدري إذا أنت يعني بتكون معي أو توافقني في هذا الرأي، الواحد اللي يمشي بطريقة إيجابية هو اللي ممكن يكون مرتاح نفسيا طبعًا. ما اللي يتعرض لمشاكل نفسية أو لمثلا أحيانا السب وغيره طبعًا. أما الواحد اللي يستغل هذا الحسابات بطريقة خاطئة أو سلوكيات خاطئة صحيح. ممكن هذا اللي يتعرض شوي بمشاكل أو يتأثر من مشاكل نفسية. وأنا أتوقع ما قلة بريق هذه المواقع إن شاء الله في الأعوام القادمة راح تختفي ونرجع لشيء جديد أو حتى نرجع لإعلامنا التقليدي ونحظى بمتابعة أكثر. طبعا مشاهدين نحن مستمرين معاكم، ولكن الحين مثل ما عودناكم إلى فاصل نرجع نستقبلكم بفقرتنا الثانية، فخلكم معنا. حياكم الله مشاهدينا، ورجعنا لكم بعد هذا الفاصل لنستكمل معاكم فقرتنا الثانية لهذا اليوم. طبعا مشاهدينا، تعرف الشخصية الكاريزمية بأنها امتلاك الإنسان لشخصية قيادية تميزة عن الآخرين، ولكن هذا أيضا يخليه يتمكن من التأثير فيهم بشكل يثير إعجابهم واهتمامهم، وينظرون أيضا إليه كقائد لهم، وتعتبر أيضا من الأمور التي يتصف بها بعض الناس بشكل طبيعي. أكيد، وتعرف الشخصية الكاريزمية بأنها قدرة الإنسان على جذب من حوله والتأثير فيهم، وهي من الأمور التي يقال غالبا بأنه يصعب وصفها، إلا أنه من السهل تحديد بعض الأمور الأساسية التي قد تساعد الإنسان على امتلاكه إياها. ولهذا السبب يسعدنا أن نرحب بضيفنا الدكتور سعيد بليث الطنيجي، مدرب تنمية بشرية وأخصائي اجتماعي. مساك الله بالخير دكتور، حياك الله ويا برنامج حديث الساعة. حياكم الله، مساء عليكم وعلى مشاهديكم الكرام. اليوم موضوعنا حلو جميل. يعني كل واحد منا يطمح انه يوصل للشخصية الكاريزمية. راح نشوف. انا بداية دكتور ابتدي معك، شو هي الكاريزما اصلا؟ جميل، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اولا خلونا نعرف شو معنى كلمة كاريزما. صحيح، نسمع كثير عن كاريزما لكن ما نعرف شو معناها. الكاريزما هي كلمة يونانية قديمة جدا وتعني الهبة الإلهية، يعني هبة من الله سبحانه وتعالى. صحيح. أي أن الله سبحانه وتعالى يعطي هذه النعمة لكل البشر، هبة من الله سبحانه وتعالى. من يولد الإنسان كذي هو الكاريزما موجودة فيه. جميل. ولكن الدنيا والمتغيرات والأحداث تغيره لأمور أخرى. طبعًا. هذا المعنى أو المعنى كلمة كاريزما. يعني الكاريزما لا يمكن أنها تكون مكتسبة دكتور؟ راح نتكلم فيها هذه. ممتاز. حقيقة أنا موضوع الشخصية الجاذبة أو الكاريزما وضعته في قولب جميل جدًا بمفهومي الخاص. فقلت أن الشخصية أو الكاريزما هي كالحديقة، ولكن هذه الحديقة تختلف عن سائر الحدائق. جميل. هذه الحديقة زرعها الزعفران ونباتها الورود. يا سلام. وهواؤها النسيم العليل وسكانها طيور البلابل. يا سلام. فإن دخلت إلى هذه الحديقة شممت أزكى الروائح، ونظرت إلى أفضل الألوان، وسمعت أجمل الأصوات، ولفحتك أجمل النسائم. جميل. هذه هي الشخصية. إن شاء الله أنا عائلة حلب هذه الشخصية. دكتور يعني أنا يعني فضول شو هي الشخصية الكاريزمية، يمكن أنا فيني هذه المواصفات. إذا بغيت تكونين بهذه المواصفات فعليك تفعيل الحواس. يا سلام. نعم، والحواس هي شيئين، شيء داخلي وشيء ظاهري.
يجب أن يتمتع به الإنسان. ممتاز. كي يكون لديه شخصية جاذبة. ممتاز. ما هي الأشياء الداخلية أو الحواس الداخلية؟ أول حاجة عقلك وعينك وأذنيك ولسانك ويدك. جميل. طيب العقل في شيئان، الفكر والتدبير، والأذن لها شيئان، السمع والإنصات. جميل. واللسان له شيئان، الكلام واللا كلام أو الصمت. جميل. واليد لها شيئان، العطاء وكف الأذى. يا سلام. إذا استطعت أن تجمع بين هذه الأمور فأنت شخصية جاذبة. ممتاز. خلنا نأخذ شو يعني الفكر في العقل. أولا أن تحسن الظن في كل البشر. ممتاز. لا تحمل أفكار سلبية عن الناس مهما عاملوك بسوء، وإنما دائما اجعل حسن الظن للناس. ممتاز. هذا الشيء بماذا يأتي؟ بالتدبير، أو يأتي من خلال التدبير. ما هو التدبير؟ أن تعامل الناس باللطف وتعاملهم بالطيب. صعب دكتور، بعض أنا أقول لك هذه الشخصية يعني بتقول لك صعبة، هذا شيء راجع يعني ما عندك أنت شخصية كاريزمية. في بعض الأشخاص يجبروك بأنك تتعامل معهم بطريقة يعني أنا أقول الإنسان الكاريزمي. الكاريزمي هذه خلاص. هذا الكاريزمي. سياسة ممكن بسياسة ذكاء. نحن نتكلم عن الكاريزما الآن. ممتاز. تمام. هذه بالنسبة للعقل، أما بالنسبة للعين فلا تنظر إلا إلى كل ما هو جميل. ممتاز. من الآخر، وكف عينك أو كف البصر عن كل ما هو سيء في الناس. يا سلام. يعني لا تتحدث بما ترى سيء من الناس، وإنما انظر لكل ما هو جميل. ممتاز. وأما لأذنك فاسمع وانصت لكل من أمامك. يعني بمعنى لا تتجاهل الآخر عندما يتحدث إليك. جميل. وإنما انصت له واستمع له، وهذه أحد وسائل الجذب. صحيح. يا سلام. أما لسانك فإما أن تقول به خيرا أو أن تصمت. يعني إما أن تتكلم بشيء طيب أو أصمت، والشيئان هما لغتان، لغة اللغة اللفظية ولغة الصمت. إذن في كلاهما أنت شخصية جاذبة. جميل. هذه بالنسبة للسان. اللسان. أما بالنسبة لليد فبإمكانك أن تساعد الناس بكل ما تستطيع، وإن لم تستطع فكف يدك عن الآخرين، عن أذى الآخرين. بمعنى استعمل الطيبان. ما هما الطيبان؟ الكلمة الطيبة والمعاملة الطيبة. يا سلام عليك. نعم. ممتاز. طيب يعني أنا ما أعتقد بأن نحن في لحظة معينة يمكن يكون نمتلك هذه الصفات أو هذه الأمور، ولكن ما نعرف كيف نستخدمها. جميل. يعني من الأمور الصعبة على فكرة الإنسان بأنه يضع نفسه في جانب منير في هذه الحياة، وأنه يخلي هذه النظرة هي موجودة من قبل الآخر اللي موجود أمامنا. اليوم يمكن أنا أقول عن نفسي أنا شخص كاريزمي، ولكن الأهم بأن هذا الشخص هو اللي يقول لي بأن أنت شخص كاريزمي أو لا. هل نقدر نحن نصدر هذه الصورة عن أنفسنا لأشخاص آخرين أمامنا؟ جميل. هنا يعتمد على شيئين، عليك أنت كشخص وعلى من تتعامل. كثير من الأحيان نحن نتعامل مع بشر هم لا يقدرون ما نقدم لهم. صح. فكلما قدمنا سواء خيرا أم شرا يجدوه شرا. صحيح. ما يبين في عينه، ما يبين فيه. عشان تيتا وني أقولك صعب أن نحن نعمل الناس. هنا ردة الفعل عندك أنت. كثير من الناس لما يعامل الناس ويعاملون بإحسان يضعهم على رأسه. ممتاز. ولكن عندما يعاملون بشر ينتقم منهم ويحاول أن يعني يأخذ فكرة سيئة ويشيل في قلبه مثل ما يقولون عنه. هنا أنت مش شخصية كاريزمية. هنا أنت عكست الآية، أنت ظاهرك غير وباطنك غير. الشخصية الكاريزمية باطنها كظاهرها، أي أنها دائما تحمل الفكر الإيجابي وتعامل الناس بإيجابية. ممتاز. هكذا هي الفكرة الشخصية الإيجابية. جميل. طيب دكتور، بنستكمل إن شاء الله حوارنا وحديثنا، لكن عندنا استطلاع بسيط عن اكتساب الشخصية الكاريزمية، ونرجع إن شاء الله نتكلم أكثر عن هذه الشخصية. فضل. مشاهدينا خلنا نشوف هذا الاستطلاع وبنرجع. أول شيء مفهوم الكاريزما. الكاريزما هي قمة الثقة في النفس إلى درجة أنه يؤثر في الطرف المقابل. فهذا هو ليش يؤثر في الشخص وليش الطرف المقابل يهتم به الشخص، لأنه يثير فيه أشياء ناقصة في شخصيته أو يتساءل عن عدم وجودها في شخصيته الطرف الثاني، فلهذا يتأثر منها. إذن الكاريزما هي في نوع من تطبع إلى في تابعة لي في إطار علم النفس المعرفي وما وراء المعرفي، كل ما يخص التمكن من النفس، التمكن في حل المشاكل في المسائل، التحكم الوعي بقدرة الفرد
إمكانيته في حل المسائل، وهذا يكون واضح في مواقفه، في تعامله مع الناس، في تقديمه لأي شيء. ما تقوله معلم عنده كاريزما، مسؤول عنده كاريزما، من هذا المنطلق يأثر في الغير. ممكن تم اللي هو اكتساب الصفات الشخصية الكاريزمية عن طريق اللي القدرة على التصرف والحكمة وعدم اللي هو أخذ القرارات السريعة، ويكون عنده قدرة على اللي هو حل المشاكل، تكيف مع الأوضاع، ممكن يكون عنده بعد اللي هو قدرة على جمع الناس، إسدال النصح للناس، أعطاهم الآراء السليمة، عدم اللي هو اتخاذ القرارات في وقت الغضب. لازم الإنسان يكون عنده روية وعنده حسن التصرف، ما يتخذش أي قرار وهو غاضب، يكون متسامح، يكون إنسان ذو بعد وأفق كبير. فهذه كلها من صفات اللي هو الشخص، الإنسان اللي عنده الشخصية الكاريزمية. هي حقيقة الشخصية الكاريزمية ممكن تكون بقدوة، أنا بالنسبة لي هي خلق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بصفاته، بأخلاقه، بعلمه، مع ذلك كان متواضع بين الناس. فهي الشخصية دائما بتكون خلق، العلم، وبنفس الشيء التواضع، وفوق كل ذي علم عليم. يعني ما توصل لمرحلة انك تعتقد انك اعلم شيء. وحقيقة هاي احنا نلمسها كثير من الناس، حتى مش من باب المجاملة، في عنا مدراء حتى بيكونوا اماراتيين او غير، بتجد حقيقة يجذبك بخلقه، بغض النظر. يعني احيانا بتتناسى كل شيء، شو الرتبة، شو المنصب. دكتور، يعني أنا حسيت أن جميع الأمور اللي ذكروها الأخوان من خلال هذا الاستطلاع هي أمور إيجابية. هل هذا الشخص بالفعل يعني 100% شخص إيجابي، ما عنده أي نقدر نقول بعض الأشياء السلبية؟ لا، هو طبعا ما في إنسان يخلو، صحيح. لكن خلوني أعلق بس على كلمة الثقة بالنفس. كثير من الأحيان نسمع هذه الكلمة، أنت عندك ثقة بنفسك. ترى الثقة بالنفس سلاح ذو حدين. ممتاز. إن لم يفهمك الآخر، يعني إن لم تظهر على نفسك ما يراه الآخر منك جميل، فثقتك بنفسك ما في فايدة. ممتاز. لأن قد يفسر الآخر ثقتك بنفسك كعلو، كتكبر على الآخرين. لذلك الثقة بالنفس هي داخلية وبنفس الوقت تكون خارجية. الآخر يشوفها. ممتاز. مشكلتنا كثير من الأحيان نسمع الثقة بالنفس، الثقة بالنفس، الثقة بالنفس جميلة، ولكن هناك أدوات أخرى تستطيع من خلالها أن تكون شخصيتك. ممتاز. الشخصية الجاذبة للبشر. إذن الشخصية الكاريزمية لا تعني بأن هناك شخص كامل ومثالي في كل تصرفاته، بكل سلوكه. إن كنت مثل الحديقة اللي ذكرتها فأنت كامل. يا سلام. وإن لم تستطع فلديك جميل. بعض الشوائب. طيب، أروح لنقطة وايد مهمة، وهذا يمكن اللي يحكم أكثر الناس بنسبة تصل إلى 80% بهذا المنطق وبهذا الموضع للشخصية الكاريزمية، وهي من الناحية الخارجية، من ناحية المظهر. لما تشوف واحد متهندم ومتأنق يقول له يا أخي أنت عندك كاريزما، ويربط الكاريزما بالمظهر وبالأناقة وبالهندام، فهل هذا لا علاقة بالموضوع ولا المظهر لا جانب آخر؟ المظهر نحن قلنا في شيئين، الداخلي والخارجي. هو الخارج هو مظهرك. ممتاز. المظهر له دور كبير جدا، وقد يحكم عليك الآخر من خلال مظهرك. ولكن نصيحة، احرص بأن لا يكون مظهرك الخارجي مخالف لمظهرك الداخلي. نعم. كثير من الناس حصل شخص ما شاء الله متأنق ولابس، ولكن هذا خاوي. صحيح. قلبه خاوي. دكتور، بشكل مختصر نظرا لضيق الوقت، كيف ممكن الشخص يكتسب هذه الشخصية؟ هل من دخول دورات أو بيئة معينة أو كيف؟ كل حاجة مكتسبة إن أراد أن يكتسب، كل حاجة مكتسبة. ولكن في رأيي أنك إذا أردت أن تكون شخصية إيجابية أو جاذبة ستكون، فعليك بالتواجد مع الناس. يا سلام. نعم. يا سلام. إذن من الأمور المهمة اللي يجب نتعلمها، وهذا يعني درس موجه لعاش، إن شاء الله تكون عندك الشخصية الكاريزمية. إن شاء الله أأمل، إن شاء الله من خلال أهدافي لعام 2019. والله أنا كحكمي عليكم أنتم اثنين ما شاء الله عليكم رائعين جدا. والله وبالله وليس مجاملة. شخصياتكم جميلة ورائعة جدا، ويمكن أنا من أفضل المذيعين اللي اشتغلت وياهم في اللقاءات التلفزيونية. الله يسلمك. حقيقة ليست مجاملة، استمروا على هذا الوضع، الله يوفقكم. الله يسلمك.
نعتز فيها دكتور. زين عاش سرور دكتور، شو رايك فيها؟ تحتاج لك كاريزما ولا؟ انا قلت الكل من عملت معاهم هنا في هذا التلفزيون هم حقيقه وليست مجامله الكل، يعني ليس المذيعين فقط وانما المخرجين والمنسقين وكل من هو موجود. شكرا، وجدت دكتور هذا التعاون وهذه الشخصيات الجميله. شكرا لك دكتور. الله يحفظكم ويوفقكم ان شاء الله دائما. شكرا على هذه المعلومات القيمه في الحقيقه، ونتمنى ان شاء الله جميع المشاهدين يتحلون بهذه الشخصيه القياديه المهمه. مشاهدينا، ومن هذا الموضوع المهم نروح لفاصل قصير، ومن بعدها ان شاء الله نستكمل موضوعاتنا الاهم، خلكم ويانا. يا مرحبا بكم مشاهدينا من جديد، وصلنا لآخر فقرة من حلقة اليوم. مشاهدينا، من أسمى متطلبات الكثير من الناس الوصول لأقصى درجات السعادة، ولكن منهم من يجهل كيفية الوصول إليها معتقدا بأنه لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الاعتماد على الآخرين. واليوم مدربة الحياة وتطوير الذات أكيد مودة الوزير بتعرفنا على الطرق المثلى للوصول إلى أقصى درجات السعادة، لنتابعها. السلام عليكم، أنا اسمي مودة الوزير، مدربة تطوير الذات، واليوم الفقرة حتكلم كيف الخطوات اللي توصلني للسعادة. أنا دايماً أقول إنه الإنسان يوصل للسعادة بمعرفة نفسه، باكتشاف أحاسيسه، معرفة أنا ليش أنا زعلان، ليش أنا سعيد، وهل هي السعادة إنه أنا مرة سعيدة ولا أنا نوعاً ما سعيدة. المستوى اللي أنا فيه بالأحاسيس يفرق، لأنه إذا أنا دايماً في كل شيء حقول أنه أنا غضبان وأنا زعلان، طب إيش الليفل حق السعادة أو إيش الليفل حق الغضب؟ إذا أنا في كل شيء حكون غضبان لازم يكون في اختلاف في الموضوع ده. والشيء الثاني، الأشياء المهمة للإنسان أنه يعرفها، إيش العادات اللي هو السلبية اللي في حياته وإيش العادات الإيجابية، وكيف أخلي العادات الإيجابية في حياتي أكثر. مثلاً عندي عادات أنه أنا بنام متأخر أو باكل أشياء غير صحية في النهار، كيف أقدر معرفة هذا الشيء أنه أنا هذا الشيء السلبي، العادة السلبية في عندي، معرفتها ومواجهتها أنه أوكي أنا ما باكل صح أو أنا بشرب سجاير أو أنا بغضب طول الوقت، معرفتها ومواجهة النفس مرة شيء مهم. ليش؟ مشان أقدر أغير، مثلاً بدل ما أنا أكل أشياء ثقيلة في الليل أو دهنية أو شيء زي كده، أقرر أكل شيء خفيف، أو أقرر بدل ما أكل أقدر أخذ أمشي، أخلق عادات إيجابية في حياتي، هذه تجيب السعادة للنفس. وإذا تكلمت في السلبية طول الوقت أنه أنا لا ما حقدر، اللغة النفس كيف تكون؟ أنا ما أقدر أغير طباعي، أنا ما أقدر أشرب موية، أنا ما أقدر أمشي في الحر هذا، أنا ما. طبعاً كل شيء يتغير، فيزيولوجية الجسم كل شيء يتغير، العقل ما حيخلي الشخص يتقدم يقول أوكي اليوم أنا حمشي، اليوم حغير طريقة أكلي، اليوم حسوي شيء إيجابي في حياتي، اليوم حمسك كتاب وأقرأه. وكثير ناس بيحطوا عادات لنفسهم، مثلاً بعد ما يرجع من الشغل بدون راحة، نوعاً من الراحة، أو أنه يعني يبدأ يسكر نهاره بطريقة يحضر تلفزيون أو يسمع موسيقى أو شيء زي كذا. صح، خلي هذا الموضوع يكون ساعة بنكتر، بعد كذا ممكن يخلق عادة إيجابية، مثلاً أخلص شغل أحضر تلفزيون أو أسمع موسيقى أو بس كمان أحط رياضة، أو أروح أزور أشوف إنسان أتكلم معه إيجابي، أحط عادات إيجابية في حياتي. هذه أشياء مرة مهمة لتجلب السعادة. كمان حاوط الناس السعيدين حواليا، الناس السعيدين اللي حواليا اللي بيجيبوا لي الإيجابية في حياتي حيدعموك مشان تطور نفسك وتتجه إلى الإيجابية، وهذا شيء مرة مهم. في ناس لا، يجلسوا مع ناس مكتئبين، ناس سلبيين، لا ما تقدر تسوي كذا، ما حتوصل للي أنت تبغاه، إيش الوضع اللي أنت تتكلم فيه، هذه الأشياء ما حتفيد. بالعكس لما تجلس مع ناس لا يدعموك
يدعموك سواء بالتفكير، يدعموك في الطاقة، يدعموك في الكلام الحلو، هذا كله يطورك إلى المكان اللي أنت توصل فيه. السعادة مرة ممكن تنال وممكن توصل للمرحلة اللي أنت تبغى فيها، تبغاها في حياتك. ما تحتاج أنه تكلم نفسك بالسلبية وتقول لنفسك مش ممكن أنا أوصل للي أنا أبغاه، كل شيء ممكن، لأنه ربنا لما تنوي النية أوكي يحصل التطور اللي أنت تبغاه. كل الشكر لمودة الوزير على هذه المعلومات وعلى هذه الطرق للوصول إلى السعادة. يعني قالت أهم نقطة ممكن النية عمر، أنك تنوي أنك تكون سعيد، بالفعل بتحقق السعادة أو بتمشي في الطريق اللي بوديك إن شاء الله إلى السعادة. صحيح. عمر، شو الأشياء اللي ممكن أن تقودك إلى السعادة؟ اللي تقودني إلى السعادة والله أشياء بسيطة جدا، يعني أنا في في بعض الأحيان والله إجازة تقودني للسعادة. إن شاء الله تكون باكر إجازة. لا باكر في حديث المساء على فكرة. في حديث المساء شفتي من الامور اللي تمنع من السعاده. التعويضيه ان شاء الله بتكون سعيده. ان شاء الله باذن الله. ولكن اليوم نحن يمكن سعادتنا تكون في اشياء مختلفه. في بعض الاشخاص يقول لك والله انا سعادتي اني اكون بين اهلي. صح. في البعض يقول لك لا والله سعادتي باني انا اقرا كتاب. في البعض يقول لك سعادتي مثل ما ذكرت انت في بدايه الحلقه في كوب من القهوه. يعني تختلف السعاده من شخص الى اخر على حسب شخصيته، على حسب مزاجه، على حسب ما يهوى من امور يمكن يحس فيها بأنه هو سعيد. صحيح. فهذه نصيحة إلى المشاهدين، كل واحد يختار الأشياء اللي تقوده طبعًا إلى السعادة ويمارسها إن شاء الله ليكون هذا الشخص سعيد. من الأمور المغلوطة، من الأمور المغلوطة على فكرة بأننا نحن نقلد. لا شوفي، الأموال اللي هي على فكرة ما أحسها أنها هي يعني مصدر للسعادة، ولكن هي يمكن وسيلة تكون وسيلة لبعض الأمور. ولكن أنا من وجهة نظري المتواضعة بأن المال أو المادة هي مصدر السعادة الوقتي اللي لها فترة محدودة. فعلا أنا لما أشتري شغلة معينة أبغيها وأتمناها من زمان، لنفترض بأنها سيارة، سعادتي راح تكون فيها محدودة وعقب خلاص راح أمل منها، وبالتالي فلازم نركز على السعادة الجوهرية اللي تكون مضمونها بالداخل واللي تتمثل بأشياء قيمة في هذه الحياة. صحيح. طبعا الآن عاشا ننتقل مع مشاهدينا إلى معلمنا السياحي لهذا اليوم، وطبعا هو يعتمد ويعد أيضا نموذجا فريدا لمنطقة جمعت بين التراث والحداثة والأصالة وحتى التطور العمراني والسياحي، وهذا الأمر اللي جعل منها منطقة سياحية تجذب الكثير من سكان الإمارات وزوارها، وهذا بفضل جمال طبيعتها وخصوصيتها، وأيضا بفضل اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة بإبراز هذه المنطقة تتسم بجغرافية حيوية اللي تعرف أيضا أكثر على هذه المنطقة. خلونا نتابع هذا التقرير وهذا الفيديو عقب لنا رجع. إن كان للوديان حلاوة فلوادي الحلو نصيب وافر، ينساب الماء في أرجائه فيمكث تارة وأخرى يسافر، يسقي الزرع والضرع وبحسنه وبهائه يسر الناظر. تقع منطقة وادي الحلو بين الجبال الممتدة بين مدينة كلباء ومنطقة حتى، وتبعد 75 كيلومتراً عن مدينة كلباء. يسقي المنطقة وادي الحلو وهو المصدر الأول للمياه، يعينه على ذلك وادي العجيلي. يرى الزائر بأم عينيه لدى اقترابه من وادي الحلو اختلاف الطبيعة من حوله، ويشعر ببرودة الطقس وقلة الرطوبة وهو يسير بأمان وسلام في طريق طويل بين الجبال الشامخة
حتى يشد البصر بناء أبيض على شكل قلعة أو حصن تزينه زخارف شرقية، ويتربع على قمة هضبة عالية، وليس ببعيد عنها تتجلى للناظر المباني الحكومية في الجهة اليمنى من الطريق، يقابلها من الجهة الأخرى جدار حجري شاهق الارتفاع بني بأسلوب المدرجات ضمن مخطط حماية المنطقة من غدر انهيار الصخور الجبلية في موسم الأمطار. وإن وصل الزائر إلى مبنى مكتبة وادي الحلو العامة يسمع صوت خرير الماء من شلال ينحدر من صخور سوداء أعلى الجدار ترتفع 42 متراً بجانب الطريق. كانت الرحلة إلى البلدة صعبة قبل عام 2000، فجاء نفق كلباء وادي الحلو ليذلل وعورة الطريق ويسهل الوصول إليها باختراقه الجبال الممتدة بين وادي المضيق ووادي الجليعي، مختصرا زمن الرحلة إلى 20 دقيقة. يصل الزائر في نهايتها إلى أرض خصبة بين الجبال ذات ينابيع رقراقة تفيض بمياه عذبة دفاقة تروي مزارع خضروات تظللها أشجار النخيل والرمان وغيرها كثير من أشجار فواكه تعيش على مياه ينابيع حلوة. لو لم ير الزائر غيرها لكفته وأغنت، لكنها مجرد واحدة من نعم الله على وادي الحلو. طبعا تقرير جدا جميل كان من اعدادي واخراجي وحتى تنفيذ الدرون على فكره اللي كان يطير الدرون. لا مو من اعداده ولا تقديمه، على قولة عدي هو كان ناوي على فكره يقولها على الهوى، على قولة عدي ان اخر كذبه من 2018 لعمر. لا كان تقرير من الزميل ابراهيم، فاكيد له التحيه الزميل ابراهيم على هذا التقرير الرائع. في الحقيقه يعني نحن استمتعنا ان شفنا نحن جماليات هذه المنطقه او منطقة وادي الحلو. والله شوفي دائما التعبير عمرها، شوفي الابداعات دائما لها مصدر لها مصدر، وانا اعتقد بان الابداعات لما تكون من مصدر جميل يسمى عمر. فما ما ما اعتقد يعني الشخصيه الكاريزميه مثل ما تكلمنا في البدايه ومصدرها حديث المساء عمر احمد دائما صح، عمر مصدر الابداع. بس الله يسلم. التقرير كان مو من عمر، فاكيد يعطيك العافيه على التقارير اللي سويتها قبل عمر، يعني برزت ما شاء الله جماليات المنطقه الشرقيه بطريقه جدا رائعه. طبعا دائما ما نستمتع في هذه المناطق السياحيه في صحيح. اماره الشارقه وفي المنطقه الشرقيه، واكيد طبعا كان هذا مشوارنا لهذا اليوم من حديث المساء. وفي الختام دائما هو مسك، ولكن أترك الختام لك عاشة. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى ختام مجلتنا المسائية، لقانا إن شاء الله باكر في حلقة جديدة مع أول يوم من عام 2019. نتمنى لكم سنة مليئة بالسعادة إن شاء الله بتحقيق أكيد إنجازاتكم وأهدافكم. إلى هنا تقبلوا تحياتي عايشة الأنصاري وتحيات جميع طاقم العمل، وتصبحون على خير. وأكيد طبعا نتمنى بأن العام الجديد يكون مليء بالإنجازات لما تحبونه وتتمنون إن شاء الله. نتمنى بأن هذه الحلقة نالت وحظيت على إعجابكم ورضاكم، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. أيضا تقبلوا تحياتي أنا أخوكم عمر أحمد في الإعداد والتقديم والإخراج وكل ما سبق، وإلى موعد آخر، مع السلامة.